ولا هو نظره النادي لصلاح ايه يا عبد الله؟ يقول لك انا عندي سقف مرتبات، انا مش عايز يبقى في تفرقه ما بين اللعيبه، ومش عايز مشاكل في الدريسنج روم، بس انزلوا القوم منازلهم، انزلوا القوم منازلهم. لما مثلا كنت مثلا ابقى لعيب في برشلونه واشوف ميسي، هل انا من حقي اطلب زي ميسي؟ لا، فخلاص ده حقه. مفيش تيجي لعيب يقول لي اصل هيتجدد هيعمل لي مشاكل، قدم زي ما هو بيعمل. وحاجة تانية، الناس فاكرة ان موضوع 30 سنة انه لو خرج نسبة نجاحه هتبقى قليلة. لا انسى، انت بتعرفش صلاح، لا انسى. يقول لك في بعد 30 سنة عملية خروجه للنادي تاني مش هيبقى زي مستوى ليفربول. مع احترامي ليك، انت مش عارف، انت مش عارف قدرات صلاح، مش عارف عقلية صلاح. صلاح مش زي اي حد. ويقول لك اصل قبل كده خرج سواريز، خرج كوتينيو، خرج فلان. لا هو غير، ومش غرور والله. انا عارف انا عارف قدراته، وعارف عقليته، وعارف طموحه. وارجع واقول في الاخر، في الاخير هو عاوز فين؟ عاوز ليفربول. هو بيحب ليفربول، هو عاوز بطولات مع ليفربول، هو عاوز الكره الذهبيه مع ليفربول. بس ادي له حق، مش معنى انه يقعد تبخسه، قدره وحقه. بس يعني مقارنتك مع هذه الأسماء، أنت ترى بعقلية صلاح الاحترافية تفوق على جميع الأسماء التي ذكرتها محمد؟ أيوة طبعا. لا هو أصل الناحية التانية بيجي الناس تيجي تقول لك إيه، أنا مع بقاء في ليفربول، بس لو خرج أنت ضامن النجاح؟ ما فيش حد ضامن النجاح، إنما العقلية بتقول لك لو راح برشلونة 90-95% هينجح، لو راح ريال مدريد 90-95% هينجح، لو خرج من ليفربول هل ده يمسح تاريخ صلاح مع ليفربول؟ لا، لان ارقامه وبطولاته والاداء والمستوى اللي بيه ولا مليار شخص يقدر يبخس حقه ولا يمسح تاريخه، لان هو عمل تاريخ. عمليه الخروج ازاي من نادي انت بقيت اسطوره ليه، هو 30 سنه ان شاء الله 6-7 سنين في المستوى العالي، العملية اتغيرت وعملية الريكفري اتغيرت والعقلية اتغيرت، الرياضة بشكل عام الطب الرياضي اختلف. وهو الحمد لله يعني ملتزم ومحافظ على نفسه. صحيح. فانت ما تخليش الولد يفكر بره، يفكر في نادي تاني، هو مبسوط هنا وعوامل النجاح موجودة، انما هتضطره انه يفكر في عروض اخرى. لا هيجي له عروض وان شاء الله هينجح، لانه عنده مقومات النجاح والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى حليفه. والتحديات، هو خلي بالك احنا مثلا يجي واحد فلان يجي يقيم الامر يقول لك ما هو مبسوط هنا واسطوره هنا والجمهور بيحبه والنادي بيحبه، يخرج ليه؟ ممكن في بعض الاحيان اللي انت شايفه مريح بالنسبه له هو شايفه بالنسبه لي مش مريح، عاوز تحدي جديد. عملت كل حاجه هنا، اروح فين؟ اروح برشلونه، اروح الريال، اروح باريس، اروح السيتي. انما زي ما بقول لك، انا في ظني وامنيتي واحب ان يكون متواجد ومبسوط بشروطه وبحقه. ولو ما فيش نصيب ان هو يكمل، تقول لي يروح فين؟ اقول لك عنده ريال مدريد وبرشلونه، يبقى مشروع نجم، مشروع جديد قادر انه كل مقومات انه ينجح. مشروع اسباني يعني، كانه يقول حد ابو تريكه في حال رحل من انجلترا تؤيد رحيل صلاح.